بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمته وبركاته وبركاته. سنأخذ جزء من آية وردت في سورة إبراهيم عليه السلام. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم أخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم ما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. نرجوها المرة أخرى من الجزء الثاني. الجزء الأول هي حقيقة يعني صادمة ترتج منها القلوب الواعية. هي بعد ما استمر بطلان دعوة الشيطان تجاه ثقلين، الله سبحانه وتعالى حين فصل بين الأمور وافتضحت الأمور كلها، أشي يقوم الشيطان يعمل دائما عنده موقف، شوف الخبيث، لكن هنا رغم أنه نطق بما ليس في صالحه، قال وقال الشيطان كانوا في حب يتملص، وأنا ما اتملص، أنت من البداية أسأت الأدب مع الله في جنان الخلد وعملت ما عملت وخذيت من عند ربي الامر باش تواصل الطريق المفسد. وقال الشيطان لما قضي الامر، انتهى الحكم الالهي الذي بما عليه برونسي، يعني انتهى. يعني الشيطان اللي ما عادش عنده حتى منفذ الا ما كان هو في قعر جهنم والعياذ بالله. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق. الايه تقول لكم هذه علاش قبل ما تقول كان وعدك انت الحق؟ شوف الاجرام اللي وصل مالي. وقال الشيطان واحنا نثبتوا روحنا باش ما نكونوش ضحايا هالمجرم هذا الكبير. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق. حب لك رب انتق بها كي المجرم يقول لك انا خذوني توا راني لعبت لعبتي ووقعتكم في الفخ وشمت بكم وارتاح بالي والان اقول ما في نفسي كان مستورا. شوف ايش قاعد يعمل المجرم الكبير. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. ما يقول الجماعه كل عصابه مجرمه يقول امشوا قدام مع الحق وانا معكم انا امامكم انا معيدكم من شيء، ويوحي لهم ببطلان ويا روحوا اقتل جد الجن يفروا يقولوا اني اخاف الله، ويكذب زي الحاجة اني اخاف الله ما قالهاش بصدق، قال هذا فضيحة من حيث لا يشعر وفضيحة له. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم أوصي. ولهذا رد بالكم إياكم الوعود التي لا تسري بينكم كبشر ولا بينكم وبين الجن ولا بينكم وبين الشافي، إياكم الوعود هذه. فما كان وعد ربي يتبع ونضع في قبضة كلها فيه فكل وعد ذاك إن الله لا يخلف الميعاد. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم واخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، شو قديش استهان بالثقلين، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. باشوا ما انا من سلخكم كما على موضوعكم شو ان شاء الله تعالى.